أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرف للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا
تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله.